بصي، هو ده اللي شدني اصلا للدور من الاول، انه فكره انه هي حاجه مختلفه تماما عن ملك وعن اي حاجه ملك عملتها قبل كده. انا بالنسبه لي اي حاجه عملتها قبل كده اللي زي ما قلتي الغلبانه اللي طيبة. حرام مغلوبه على امرها اللي الناس كلها جايه عليها والمسلسل كله بيدوس عليها، فاهمه؟ فانبسطت ان بقى ان جالي شخصيه هي بقى سايقه وهي ماسكه نفسها كده وعندها خططها وعندها اهدافها وهتوصل لها وهتدوس على اي حد عشان توصل لها. هي دي جامده وهي مستغله جدا وفاهمه. وعلى فكره موضوع ان هي ند لاحمد زيك دي حاجه ما كناش نعرفها اصلا. يعني احنا هو كل حد فينا مضى في وقت والدنيا ما كناش عارفين ان احنا مع بعض وحاجات كده. بعدين لما عرفنا انبسطنا وعادي وبتاع، والورق لحد الورق اللي كان معانا ما كانش فيه لاين بيني وبينه خالص اصلا. احنا فجاه واحنا بنصور جالنا الحلقه 23 كده وبدأنا لقينا مشهد بينا وبين بعض ايوه المشهد ده لما انتوا كنتوا قاعدين قصاد بعض وخناقه، انه انت بتردي وترفعها عمرك بقى تاني بيرد عليكي. ايوه ما احنا ما انت رايك تعاملي انه مش خلاص بابي وملوكه، خلاص لا بقى. خلاص بقى احنا هنا اتنين اشرار ما بيحبوش بعض أيوة. في المسلسل. فبسطنا الصراحه لما لقينا جالنا ان في حاجه هتبقى تجمعنا يعني. وخدنا تحدي بصراحه ان احنا عايزين نطلع ده حاجه حلوه جدا وتعلق مع الناس. وفعلا الحمد لله الفيدباك عليه كان خطير وقعد لاخر رمضان الناس بتتكلم عن المشهد ده، فالحمد لله. مع انه مشهد واحد على ايوه فكره، بس انت تحسي ان هو الدور كله كده. المسلسل كله هو المشهد. بس هو كان مشهد، بس الحمد لله مشهد عمل يعني عمل حاجه مع الناس. الشغل على المشهد دوت كان شغل مختلف. انت مثلي قدام والدك اللي قاعد في البيت، فاكيد الشغل عليه عشان تعرفي تبقي مركزه، ما تحكيش، ما يعني ما تبقاش في احراج انفعال زياده عن اللزوم، فتقول لا ما فعلا. هو اكيد الشغل على الجانب النفسي كان شغل كبير جدا. بص، لا هقول لك ليه. لان احنا اولا اشتغلنا مع بعض قبل كده كذا مره، يعني احنا دي كانت تقريبا خامس عمل نشتغل او رابع عمل حاجه كده، فاحنا اوريدي اتعودنا على الشغل مع بعض. تاني حاجه، الشغل مع احمد زاهر بغض النظر عن ان هو بابي، بجد هو مريح جدا. هو مش عشان بابي والله، بس يمكن تسال اي حد اشتغل معاه، هو بجد الشغل معاه مريح جدا. وهو في اللوكيشن خفيف كده ومريح وما بتحسش بيه، ودايما بيساعد وبيعوز يدي من خبرته. فهو بالعكس الشغل معاه يمكن اريح من الشغل مع اي حد. بلس انه احنا عندنا حته كده الحمد لله، دي حاجه نعمه يعني، احنا بنفصل جدا يعني. خلاص اكشن كاميرا دايره، احنا مش احنا لا انت بابي لا خالص. احنا بندرب على المشهد، كانت اي اتنين ممثلين عايزين دايما بروفو مع بعض. قعدنا مسكنا المشهد كده وقعدنا نقول طب نحط هنا، نزود كلمه، نزود مش عارفه ايه، نعمل ايه، وستفنا كده المشهد زي ما بيقولوا. وقعدناه مع بعض بروفو كذا مره، وحتى رحنا يوم التصوير ده عملناه وان تيك اكشن كات، فاهم قصدي؟ فحتى اللوكيشن كله انبسط وسقف، وكان المشهد بالنسبه لهم خطير، وانتوا ازاي فصلتوا وبتاع. واحنا بالنسبه لنا الحته دي مش الازمه قوي، ان احنا اللي عايزين بتاعنا، ان احنا فعلا بنعرف نفصل. انه خلاص انت دلوقتي مش بابي وانت مش ملوكه. انا اصلا في اللوكيشن في العادي حتى بنتعامل مع بعض استاذ احمد وملك، مش ملوكه وبابي وكده، عشان نعرف نبقى فاصلين 100% حتى لو مش بنعمل مشهد مع بعض.